نبدا واياكم مع كابتن فريق، عشان لا يقولوا لي ما انت محايد وما ادري ويش. كابتن فريق هي السيده لولو. هذا الكلام، للسلام. لسه اليوم في اوله يا جماعه، حياك الله لولو. طيبه، كيف حالك؟ طيبه، اخبار علوم؟ مستانسه؟ اليوم ترى لسه في اوله، فبما انه اليوم في اوله اكيد يكون عندك النشاط واصل، يعني كذا هنا 100%، صح كذا؟ ايه بنفوز. بتفوزون؟ ايه. يعني انت الان الحين اول شيء صاحيه بدري؟ ايه. ومفطره زين؟ ايه. متقهويه؟ لا. انت ما تشربين قهوه؟ صح صادق، صح. الصغار ما يشربون قهوه، يضرهم، صح؟ لا يمنع بفنجان الحين العصريه. شقرين على فنجان. قهوه على شوكولاته. مين يمنعك من القهوه صراحه؟ امك ولا ابوكي؟ ولا حد. عادي ما يمنعونك يعني. يعني تشربين قهوة عادي. حلو، ممتاز، يعني انت قهوة جاهزة الآن. ايش حابة توجهين رسالة للناس اللي معاكي في فريق هي؟ ايش حابة تقولي لهم؟ قولي لهم يا حاجة. ان شاء الله راح نفوز، يعني شدوا حالكم واتصلوا. ايوه. ونحتري اتصالاتكم، يلا بسرعة، نبي نفوز، نبي نغمض عيوننا ونفتحها ولانا فايزين. حلو حلو، لكن في الوسم ما يحتاج. في الوسم؟ خلهم يروحون يا شيخي يتابعونا في الشاشة، احنا نتعب في الشاشة وجهود مباركة، بارك الله فيهم المصورين والكنترول ويتابعون الوسم، الله يصلحهم بس. لا لا، بس فريق هو يشربون قهوة، احنا مركزين بنفوز. اي في ناس يطقطقون في الوسم هنا يقولون يعني معنى كلامك نتصل بعد الحلقة؟ لا، انا معنى كلامي عشان اثبت لكم ان هذا حبيب الشيخ. والله بعض الناس ما ادري العقليه عندهم، بالله الناس العقليه اللي زي كذا لا عاد يتابعوني رجاء، انا ما احب يتابعوني الا ناس عقليتهم ناضجه، صح يا لولو؟ ايه صح؟ ايه، يعني انا في واحده اسمها نيولوفر هذه بلوك، ولا ابغاها تتابعنا في البرنامج وتروح تشوف الوثائقيه والطبيعيه اصرف لها. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.